السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا وأسوتنا وشفيعنا محمدا عبد الله لرسالة الحق حامل، العربي القرشي الأمي الذي لم تنجب مثله القبائل. أرى كل مدح للنبي مقصرا، وإن سطرت كل البرية أسطرا، فما أحد يحصي فضائل أحمد، وإن بالغ المثني عليه وأكثرا. إذ الله أثنى بالذي هو أهله، كفاه بذا فضلا من الله أكبرا. وفي سورة الأحزاب صلى بنفسه عليه، فما مقدار ما يمدح الورى. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، حياكم الله جميعا أيها المشاهدون الكرام، وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم، وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم. حلقة جديدة وهامة من برنامجكم مع الشباب، حلقة تحت عنوان إنهم فتية. بداية أشهد الله عز وجل في عليائه أني أحبكم في الله، وأقول لكم بلسان قلبي والله شهيد على ما أقول، سبحان من جعل الأخوة بيننا، رب القلوب مقسم الأرزاق، مني إليكم تحية ممزوجة بمحبة من داخل الأعماق. يا رب أنت خلقتنا وجمعتنا، فاجعل لنا بعد الفراق تلاقي، وارزقنا بفضلك جنة الفردوس فذاك النعيم الباقي. قولوا آمين. إنهم فتية، يقول الله تبارك وتعالى عن أهل الكهف: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. يحرص المسلمون في شتى بقاع الأرض في كل يوم جمعة على قراءة سورة الكهف لما لها من ثواب وأجر عظيم. الله عز وجل اختصر هذه القصة العالمية المشهورة عند أهل الإسلام بهذه الآية: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. هذا وصف من الله عز وجل لفتية الكهف ولأهل الكهف، فيه عظيم المدح والثناء. أمنوا برب السماء، قبلوا الحق الذي ليس له خفاء، فربط الله قلوبا توجهت إليه بالدعاء، وصدعوا بكلمة التوحيد التي اهتز لها الفضاء، وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. الشباب هم أكثر الناس جرأة إذا اقتنعوا، وأقبلوا للحق إذا صدقوا، وأهدى لليقين وللسبيل إذا تيقنوا. لذلك يقول الله تبارك وتعالى عن أهل الكهف: إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. خلي بالك، تخيل معايا كده أهل الكهف، من العلماء من قالوا ثلاثة رابعهم كلبهم، خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ولكن الراجح كما قال حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس: سبعة وثمانهم كلبهم. تخيل معايا أهل الكهف، سبعة في كهف ضيق، وسبعة راكبين عربية يتخانقوا، فما بالك بكهف ضيق. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. واحد يقول لي أي رحمة وأي رشد في فجوة في كهف في جبل فيه هوام الأرض تعابين وعقارب؟ أي رحمة وأي رشد؟ أقول لك: إن كان الحافظ هو الجبار سبحانه جل في علاه، إن كان الحافظ هو العزيز الجبار، أصبح الكهف مصدر أمان وهدوء واستقرار. إن كان الحافظ هو العزيز الجبار سبحانه جل في علاه، كان الكهف وأصبح الكهف مصدر أمان وهدوء واستقرار. أو شوف في كلمتين في سورة الكهف، أنا إلى هذه اللحظة التي أحدثكم فيها معرفش كلمتين دول جنب بعض إزاي، بس ربنا قالهم كده إذا ما يمشوش غير كده. يقول الله تبارك وتعالى في آية أخرى في سورة الكهف: فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته. زي ما قلت لك دول سبعة في كهف ضيق، ده لو سبعة من عربية اتخانقوا فما بالك بكهف ضيق. يعني كان السياق يقتضي فأو مثلا إلى الصحراء، في ناس انتشر الآن، ولكن الله عز وجل قال فأو إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته، لأنهم في معية الله تبارك وتعالى. ولله در القائل: وإذا العناية لاحظتك عيونها، وإذا العناية لاحظتك عيونها لا تخشى من بأس فأنت تصانوا، وبكل أرض قد نزلت قفارها ننفى المخاوف كلهن أمان، لأنهم في معية الله عز وجل. لذلك يقول إمام قتادة رحمه الله: كن مع الله عز وجل، فمن كان مع الله كان الله معه، ومن كان الله معه كان معه الفئة التي لا تغلب والحارس الذي لا ينام. من هؤلاء الفتية؟ ما شأنهم؟ لماذا اعتزلوا قومهم وفارقوا ديارهم وهجروا أهلهم؟ لماذا تركوا متاع الأرض وزينة الحياة الدنيا؟ ما هي القضية التي كانت تشغلهم؟ كل هذه الأسئلة وأكثر نجيب عليها في هذا اللقاء الذي جعلته تحت عنوان إنهم فتية، اقتباسا من قول الله تبارك وتعالى: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. والذي أرحب فيه بأخي وحبيبي الغالي
صاحب الأسلوب الدعوي المتميز المميز وصاحب الصوت العذب الشجي الجميل الذي يلامس القلوب ويدخل القلوب دون استئذان. دائما أقول أحسبه من المخلصين الذين إذا رؤوا ذكر الله ولو زكيه على الله. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع به أينما حل وحيثما ارتحل. رحب بأخي وحبيبي الغالي وشقيق الروح الشيخ إبراهيم شفيع عبد المنعم. أحسن الشيخ إبراهيم، حياكم الله وإياكم، ربنا يبارك فيكم ويحفظكم ولا حرمنا الله من طلدكم البهية. يا رب ربنا فيكم ويحفظكم ويحفظكم. الله يرضى عنك دكتور. شيخ إبراهيم النهاردة بنتكلم يعني عن فتية الكهف. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. طبعا محتاجين يعني استمتع بصوت الشيخ إبراهيم شفيع ربنا فيه ويحفظه. طبعا النهاردة إن شاء الله الشيخ إبراهيم يمتعنا كمان مش بحفص، لا بروايات ورشة عن نافع بتوسط البدوي بمشيئة الله تبارك وتعالى. عاوزين تغيير، احنا طبعا بنسمع حفص كتير ويتحفص، عاوزين نعرف المشاهدين ونعرف المسلمين إن في علم، في علم أصبح للأسف اندثر في هذا الزمان، يكاد إن هو يميت في هذا الزمان أما يتوه بعض الناس. علم القراءات، علم القراءات لن يمت. وهجره الكثير من المسلمين، صلى الله وتعالى أن يجعلنا أهل القرآن العاملين به. فعاوزين نذكر المشاهدين بعلم القراءات ونذكرهم بروايات فيه بفضل الله، قراءات، قراءات سبع، قراءات عشر. فعاوزين نذكر المشاهدين بإحدى هذه الروايات، رواية ورش عن نافع بتوسط البدل، ونريد أن تمتعنا بصوتك العذب الجميل ببعض من آية الذكر الحكيم من سورة الكهف ولتحبره لنا تحبيرا. يا رب تقبل، استعملنا الله يكون دكتور، جزاكم الله خير، نفع الله بكم يا رب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذا والفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة آتنا
منك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا يا رب. شيخنا الحي والشيخ ابراهيم ربنا فيكم يحفظكم وينفع بكم يا رب. شيخنا يعني انهم فتيه، قصه اهل الكهف يمكن من القصص العجيبه، وما كان من شانهم ايه من ايات الله عز وجل، اليس كذلك؟ نعم بلى هو كذلك. سبحان ربي الاعلى. طبعا يعني الله عز وجل لا يقص في القران قصه الا وفيها من العبر والعظات والمنافع والدروس لنا ما فيها، ما كان حديثا يفترى، يعني كما قال الله عز وجل في يوسف في اولها واخرها نحن نقص عليك احسن القصص، وفي آخرها لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. إذن هو أحسن القصص لأن فيه عبرة، وهو أحسن القصص لأنه ما كان حديثا يفترى، بل هو القصص الحق. إذا مش من أجل التسلية. نعم صدق دكتور ربي فهم حلو. وبعدين كذلك دكتور إيه، كل كلمة قيلت في هذا القصص في موضعها وحصلت وحدثت، قالها قائلها، أو كل فعل نسب الله عز وجل الفاعل فقد فعله هذا الفاعل، ليس كما قال القائل للقرآن أن يحكي لنا عن إبراهيم وعن إسحاق وعن غيرهما وعن موسى، لكن ليس يجب علينا أن نصدق هذا. لا، موسى قصته حق، إبراهيم عليه السلام قصته حق، عيسى بن مريم عليه السلام وما كان من أمر أمه ومن شأنهما حق. ذلك في آل عمران قال إن هذا لهو القصص الحق. وهنا أحسن الله عليكم يا رب، هنا قال نحن نقص عليك نبأهم بالحق، بدي قصة حقيقية، قصة واقعية مش مقتبسة من الواقع مع تغيير أو هي قصة حقيقية. وقال الله عز وجل في حق نفسه تبارك وتعالى قال ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. ولذلك قبلها يعني لما قال الله عز وجل نحن قص عليك نبأهم بالحق، ما كان قوله تعالى قبلها؟ قال جل جلاله أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فتية ذهبوا في الزمن الأول أو إلى الكهف، من يعلم نبأهم على وجه اليقين؟ من يعلمه؟ ولذلك في آخرها يقول سبحانه وتعالى قل الله أعلم بما لبثوا، اختلف الناس وتنازعوا، فالله عز وجل قال عن نفسه نحن نقص عليك نبأهم بالحق، وقال قل الله أعلم بما لبثوا، وقال في شأن عددهم قل الله أعلم بعدتهم، يعلم عددهم ويعلم مدة لبسهم في كهفهم. وبعد كده يقول إيه سبحانه وبحمده عز وجل قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض، هذه غائبة من ضمن الغيب، لكن وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. وبعدها إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، لأنه يعلم كل الغيب، فإذا اختلفوا في مسألة أو في قصة فإن القرآن يقص عليهم هذه القصة بالحق. جميل. ويفصل بينهم. فكان هذا هو يعني الملمح الأول أن هذه القصة حق، قصها الذي يعلم غيب السماوات والأرض. وبعدين يمدح نفسه عز وجل يقول إيه أبصر به وأسمع، ما أبصره وما أسمعه تبارك وتعالى، ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحد. فهذا هو الملمح الأول. جميل شيخنا. بارك الله شيخنا بارك الله. لماذا هؤلاء الفتية تركوا أهلهم فرقوا ديارهم؟ لماذا تركوا متاع الحياة الدنيا وزينة الأرض وزينة الحياة الدنيا؟ ما هي القضية التي كانت تشغلهم؟ نعم، هؤلاء الفتية وصلوا إلى درجة عليا من الإيمان وهي درجة اليقين. والله عز وجل مدحهم بذلك، قال وربطنا على قلوبهم. والله شيخنا إن القرآن لم يذكر أسماءهم، إذا مش يعني في شيء برضه. نعم صحيح، لكن سبحان الله مع أن القرآن لم يذكر أسماءهم، مع أن القرآن يعني لا يذكر كما أسلفنا إلا ما فيه عبرة وفائدة، ذكر كلبهم. هذا من اللطائف العجيبة. صحيح. إن هذا الكلب لما صاحب أهل الخير ولما صاحب أهل الفضل وصاحب الصالحين ذكر في كتاب الله عز وجل. ونقرأ في المحاريب وفي الكتاتيب وكلبهم باسط ذراعيه الوصيد. ونقرأ سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب يقولون سبعة وثامنهم كلبهم. فخلد ذكر هذا الكلب يعني سبحان الله هو كلب. نعم. في نهاية المطاف هو كلب، لكن خلد ذكره لأنه صاحب الصالحين، فالله منفعنا بصحبة الصالحين يا رب. فيعني هذه هؤلاء الفتية ما أسماؤهم ما أعمارهم؟ هم فتية في سن الشباب في سن الفتوة والقوة، وعددهم قليل لأن أكثر الأقوال فيهم أنهم سبعة وهو القول الحق كما أسلفتم في فضيلة الدكتور ربنا يعزك. ويعني قد قرأت من لطيف ما قرأت أن ابن عباس رضي الله عنهما استدل على أنهم سبعة باستدلال عجيب جدا، يعني سبحان الله قل من يفطن إليه.
القرآن نعم. طبعا يعني قصة مليئة كما أسلفنا بالدروس نعم. والعبر، لكن من يستخرج هذه الدرر إلا نعم. الغواص الماهر الحاذق. فابن عباس رضي الله عنه يقول هم سبعة، ما الدليل؟ الله عز وجل ذكر في قوله تعالى وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، إن في ثلاثة تكلموا، ثلاث فئات منهم تكلموا. أول حد تكلم واحد نفر بس فرد، اللي هو قال قائل منهم كم لبثوا، أدي كده واحد. وبعدين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، قالوا بقى جمع وأقل الجمع ثلاثة. يبقى دي واحد ودي إيه؟ ثلاثة أدي كده أربعة. وبعدين قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه، يبقى جمع آخر وأقله ثلاثة، يبقى إذن ثلاثة وثلاثة واحد يبقى هم سبعة. لكن ما يعنينا أكثر من هذا العبرة. الله عز وجل ذكر مسألة العد، ذكر عددهم والتنازع الناس فيه لفائدة أن نرد العلم إلى عالمه سبحانه وتعالى. وأهل الكهف لم يعلموا ولم يعرفوا على وجه اليقين مدة لبثهم كم لبثتم يوما أو بعض يوم، لم يعرفوا. ولما شعروا أنهم لبثوا أكثر من ذلك ردوا العلم إلى عالمه سبحانه، قالوا ربكم أعلم بما لبثتم. لذلك نجد رد العلم إلى الله في القصة كثيرا جدا. يعني قالوا ربكم أعلم بما لبثتم، بعدها قل الله أعلم بما لبثتم، قل الله أعلم بما لبثوا، قل ربي أعلم بعدتهم، الله يعلم، قل ربي أعلم بعدتهم نعم. وقل الله أعلم بما لبثوا كما ذكرنا في آخرها نعم. وقبل ذلك ربهم أعلم بهم، هذا نعم. قول الذين عثروا عليهم صحيح. وكذلك عثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم. وبين ربهم أعلم بهم وقل الله أعلم بما لبثوا وقبلها قل ربي أعلم بعدتهم، بين قل ربي أعلم بعدتهم وقل الله أعلم بما لبثوا، يبقى الله يعلم عدتهم والله يعلم لبثهم سبحانه وتعالى، هو أعلم بذلك من غيره تبارك وتعالى. بين هذه وتلك قال الله عز وجل ولا تقولن لشيء، ده الأدب بقى دكتور اللي احنا نستفيده نتعلمه، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. طب ما السر؟ دايما دكتور كنا نذكر الإخوة في رمضان نقول لهم مثلا آية وإذا سألك عبادي عني، قبلها الكلام عن الصيام وأحكامه وبعدها أحل لكم ليلة الصيام رفث إلى نسائكم، الكلام عن الصيام وأحكامه، طب جد وعاف النص ليه؟ موقع هذه الآية فيه حكمة. كذلك هنا ليه ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا، قبلها دي وقبلها دي وبعدها دي، لأن إذا كان الإنسان لا يعلم ما مضى، هو محدش يعرف اللي حصل قبل كده، احنا مش عارفينه على وجه الحقيقة واليقين، هل أعرف بكرة أنا هعمل إيه؟ انا جاي لك يا دكتور بكره احنا نروح نسجل الحلقه دي مثلا في الوقت الفلاني بعد اسبوع، اذا كنت انا مش عارف اللي فات انا مش عارفه على وجه الحقيقه، الله يعلمه قطعا سبحانه وتعالى ويقينا علما تاما كاشفا كاملا، يبقى اللي هيحصل لسه، اللي لسه لم يخلقه الله، اللي جاي لسه في المستقبل، اللي بكره ولا بعد ولا بعد سنه، انا عارف اذا كان هيحصل ولا لا وكيف سيحصل، يبقى ما اقولش هيحصل كذا غدا، يعني في المستقبل مش بكره، اللي هو بكره ممكن بكره او بعد سنه او بعد شهر، ما اقولش هعمل كذا، انما اقول إن شاء الله تعالى سأفعل كذا وكذا أو لا أفعل كذا إلا أن يشاء الله سبحانه وبحمده عز وجل. ممكن سبحان الله يقول سأفعل كذا دون أن يقول إن شاء الله أو بإذن الله ولا يتم الأمر. نعم صحيح. نعم قصة اللطيفة بتاعت جحا نعم. لما كان راعي يعني الرمزية لما كان راح السوق معاه تمن الحمار عزكم الله نعم. وبعدين واحد قال له رايح فين يا جحا، قال له أنا سأشتري حمارا نعم. سأذهب أسوق الفلوس معايا هي، قال يا جحا قل إن شاء الله شاء. قال المال في يدي والحمار نعم. في السوق فمضمونه نعم. خلاص ادي الفلوس اهي ماسكها في ايدي، هاخدها واروح اشتري الحمير كتير في السوق، انا احسنها حمار واجدع حمار ادفع ثمنه ومعاه بزياده واخده. سرق المال ورجع ايه بخفي حنين متحسرا جحا، فقال له لما لم تشتري الحمار يا جحا، قال سرق المال ان شاء الله هو سرق وشاء الله ان يسرق، لكن يعني نعم. هو تعلم الدرس انه لن يعني يقول شيئا الا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. هذا شيخنا نعرف ما المقصود بالحزبين نعم. في سورة الكهف، ولكن نعم. قبل ما نعرف ما المقصود بالحزبين عايزين نستكمل الآيات. احنا توقفنا في التلاوة في بداية اللقاء نعم. عند قوله تبارك وتعالى نحن نقص عليك نبأهم بالحق. نستكمل الآيات أيضا برواية طرش عن نافع في وسط البدن. نعم جزاكم الله خير. قبلنا الله إياكم يا رب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك نبأهم بالحق
إنهم فتيتنا آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا لولا ياتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا آمين يا رب ربنا يبارك فيكم ويحفظكم وينفع بكم شيخنا ما المقصود بالحزبين في سورة الكهف نعم دكتور وطبعا يعني أهل التفسير اختلفوا فيها على قولين أو ثلاثة أقوال نعم نذكر منها أن الحزبين الحزب الأول أن الحزب الأول هم الفتية أصحاب الكهف أنفسهم هذا حزب وأن الحزب الثاني هم الذين عثروا عليه وكذلك عثرنا عليهم أعثر الله عز وجل على أهل الكهف قوما أهل هذا الزمان عثر عليهم أهل هذا الزمان فلما عثروا عليهم ذكروا خمنوا يعني أو ذكروا تقديرا لمدة لبثهم في الكهف فالله عز وجل سبحانه وتعالى يعلم علما تاما جل جلاله وعلمه سبحانه وتعالى يعني صفته وصفاته جل جلاله هؤلاء قالوا قولا يعني أهل الكهف ماذا قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم ثم ردوا العلم إلى رب العالمين سبحانه وتعالى العليم الخبير عز وجل اللطيف الذي يعلم دقائق الأمور وبواطن الأمور وظاهر الأمور سبحانه وتعالى والحزب الآخر قدروا مدة لبثهم تقديرا طبعا كيف ذكروا مدة لبثهم الحزب اللي هم الناس اللي لقت أصحاب الكهف ممكن من العملة يعني العملة اللي كانت معهم طبعا هم واخدين وده يعلمنا برضه يذكر درس عظيم جدا ويمكن قرأته يعني القصة مرارا في الصلاة وفي خارج الصلاة لكن ما التفتش لهذا المعنى إن أهل الكهف يعلمون الأخذ بالأسباب أيضا لأن هم يعني متوكلين على الله وربنا هو اللي هيرزقنا وهو اللي يهيئ لنا من أمرنا رشدا وييسر لنا الخير وينزل علينا من رحمته لكن مع ذلك واخدين معهم فلوس واخدين يعني الدراهم المضروبة أو الفضة مضروبة أو غير مضروبة اللي هي الورق واخدين معاهم فلوس كما حدث مع نفس صلاة ربي السلام عليه في الهجرة نعم جهاز الزاد الرحيل وأخذ بالأسباب صلاة ربي السلام عليه تضاق دكتور ربنا يعزك رب فهؤلاء شافوا العملة ده من أيام الملك دقيانوس طب ده بقى له مثلا 300 سنة كده فخمنوا المدة لكن ليس على وجه القطع واليقين أما الذي يعلم مدة لبثهم على وجه القطع سبحانه الله عز وجل فهذه العبرة التي
يعني نعتبر بها ونتعظ بها أن العليم بكل شيء هو الله سبحانه وتعالى. سبحانه، ما الأساس الذي قامت عليه دعوتهم؟ دعوة أهل كهف شيخ الحبيب. قامت دعوتهم على أساس التوحيد. ربنا رب السماوات والأرض، لن ندعو من دونه إلها. هذا هو الأساس الأول. وهذا هو الركن الركين. والأصل الأصيل. لدعوة هؤلاء الفتية ولدعوة الأنبياء المرسلين ولدعوة كل المصلحين التوحيد، اعبدوا الله ما لكم إله غيره. ثم أساس آخر قامت عليه دعوتهم نذكره سريعا إن شاء الله تعالى، وهو ألا يقلدوا آباءهم وألا يقلدوا أقوامهم وأهليهم في أمر التوحيد وفي أصل الدين والعقيدة، إنما لا بد من دليل قاطع. لذلك هم طلبوا قومهم بالسلطان البين بالبرهان. نحن نقول ربنا رب السماوات والأرض، نحن نعبد الله عز وجل الحق، دليلنا على ذلك هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه، ما برهانكم وما دليلكم على عبادة تلك الأوثان والأصنام التي لا تنفع ولا تضر ولا تسمع ولا تبصر ولا تغني عن عابديها شيئا. الأساس ويمكن القضية التي كانت تشغلهم أهل الكهف لا شك ولا ريب أنها الإيمان بالله عز وجل، الإيمان الذي يصنع حياة بعد الموت، أو ما كان ميتا فأحييناه، يصنع العزة بعد الذل، ولا تهنوا ولا تحزنوا أنتم يعلمون إن كنتم مؤمنين، الإيمان الذي يصنع الشجاعة والإقدام بعد الخوف والإحجام، كما قال الله تبارك وتعالى قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. أين نحن من هذا الإيمان؟ هذه القضية الكبرى. جزاكم الله خير دكتور. أنت يعني ربنا يرفع عنك ذكرتنا بقى بالقضية الكبرى اللي هي محور هذا القصص كله، ومحور القرآن الكريم، ومحور دعوة النبي عليه الصلاة والسلام والأنبياء من قبله، الإيمان بالله عز وجل. أهل الكهف كما ذكرت الدكتور يعني كهف في الجبل، هنم على وكثير من أهل التفسير يذكر أنهم من أشراف قومهم، بل من أهل التفسير من ذكر أنهم كانوا من خاصة الملك نفسه، كانوا أهل مشورته، ثلاثة عن يمين وثلاثة عن شماله، وبعدين إيه لقوا راعي غنم في السكة هو اللي كان مع الكلب وخذوه ومشوا. من أهل التفسير ما يذكر ذلك، يعني كانوا من أهل عز وأهل ترف وأهل شرف ومكانة في قومهم، باعوا ذلك كله رخيصا. لماذا؟ لأنهم وجدوا حلاوة الإيمان التي نفتقدها اليوم، التي ضل عنها كثير من شبابنا. نقول الشباب يا شباب فكروا في قصة أصحاب، تأملوها. فكر النهارده وتبص على المغني فلان يقول لك فلان ده شوف صوته، حد ده صوته وحش كمان ومعاه عربيه، بص عامله ازاي. والمغني النهارده الفلاني سين او صاد او عين من المغنيين النهارده بيتعمد ان هو يعني فخرج على قومه في زينته، بيتعمد ان هو يوري الشباب الشقيان اللي بيكح تراب اللي مش لاقي ياكل، مع يعني ان هو بيشتغل ليل ونهار وبالكاد يعني بيحاول يحوش عشان يتجوز ولا عشان يعمل، بيوري له ان انا بشويه الهلس اللي انا بعملهم بص راكب عربيه عامله ازاي، وبص قاعد في فيلا عامل. طب انت بتوريهم ليه؟ عايز يكسر قلوب الناس، عايز يعني. فنسال الله العافيه. فالشباب النهارده مفتون بهذه البهارج وهذه الزينه وهذا الزخرف. احنا بقى محتاجين من يصرخ في شبابنا بما صرخ به اهل العلم في قوم قارون لما خرج عن قوم الناس، اتفتنت. يا ليت لنا من الناس اللي هي بقى اللي هي اتباع كل ناعق اللي بيمشوا ورا الزحمه والهيصه والزفه. فقالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. طب قارون ده مش مؤمن بالله، ده خسر الإيمان، خسر نفسه. إيه فايدة شوية ذهب شوية زينة شوية زخارف؟ فالمؤمنين قال الذين أوتوا العلم والإيمان ويلكم ثواب الله خير. يبقى دول أهل الدنيا. يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. ثواب دي العين ولا شاب، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. عايزين نذوق حلاوة الإيمان التي أخبر عنها النبي في حديث أنس في صحيح البخاري لما قال عليه الصلاة والسلام ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. هؤلاء الفتية كان الله عز وجل أحب إليهم مما سواه سبحانه وتعالى. الكل يدعي الآن محبة الله ورسوله. نعم، لكن قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله يغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وكل يدعي وصلا بليلة وليلة لا تقر لهم بذلك. هذا البرهان، هذا الدليل. الإيمان ليس كلاما يقال، الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجارح والأركان. ذلك يعني الإيمان من العمل. يعني احنا نأمر الفتية والشباب اليوم اعملوا صالحة، اعملوا صالحة إني بما تعملون بصير سبحانه وتعالى. وعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. يا شباب ذوقوا حلاوة الإيمان، الأنس بالله عز وجل، مجالس الذكر، ركعتين في خلوة في جوف الليل في الثلث الأخير، هذا خير من الدنيا وما فيها. ممكن ومن ذاق عرف. نعم صحيح.
يقول يا شيخنا يعني خليني اعيش شبابي. بعض الشباب يقول لك خليني اعيش شبابي وان شاء الله لما اكبر باذن الله مش هسيب المسجد، لما اكبر في السن ان شاء الله كده هفضل اصلي الصلوات كلها، خليني اعيش حياتي. نقول له عيش حياتك وعيش شبابك وعيش ايامك، عيش لياليك وخلي شبابك يفرح بيك يا عم زي ما بيقول، لكن في طاعه الله، في طاعه الله عز وجل. ما هو ده يعني، هو ده يعني دعني اتمتع بقوتي وشباب سيدنا عبد الله بن عمرو بيقول للرسول كده، بيقول له انا عايز اتعبد يا رسول الله. ما هو طب انت جرب يعني، جرب هنقول كده نستعير كلمه جابر رضي الله عنه رضي الله في صحيح البخاري، جربناه فوجدناه كما قال رسول الله عليه الصلاه والسلام. جرب ان انت ذوق حلاوه الايمان، ستجد فيها شبابك، ستجد فيها سعادتك. وانت بتقول عايز اعيش شبابي، طب هتعمل اخرتك امتى؟ يعني انت هتعيش شبابك ماشي يا عم، بتقضيها بالطول العرض وتهلس زي ما انت عايز يمين وشمال، بعدين لما يبقى عندك 60 سنه ظهرك ينحني وشعرك يشيب وسنانك تتكسر هتعمل ايه؟ هتحفظ القران؟ انت عندك 60 سنه في طبعا من تدارك، بل نقول تداركه الله عز وجل بنعمته ورحمته. الله اعلم هل سيبلغ 60 ام لا، وما يدريك لعل يعني كما قال الله عز وجل وان عسى ان يكون قد اقترب اجلهم، مين عارف يمكن اجل قد اقترب. فانت عيش يعني. وهل الشاب النهارده الذي نشا في عباده الله يا دكتور، ونحسبك الله حسيبك منهم يعني منذ نعومه اظفارك يعني والله حسيبكم، هل انت دكتور ما بتضحكش وبتهزر وتفرح وتتفسح يعني ايه اللي ناقصك مثلا يعني بستشهد بحضرتك يعني ايه اللي ناقصك؟ انت شاب ما شاء الله يعني في العلم وفي حتى في علم الدنيا في الطب، اللهم بارك زادك اللهم فضلي يعني نفع الله بك يا رب المسلمين، يعني انت انسان ناجح بفضل الله حسيبك. فليه ناجح وسعيد يعني والله حسيبك بتفرح وتهزر يعني. وحتى هم برضو يعني سبحان الله قصه قارون برضو حاضره في ذهني الان بقوه، هم قالوا له خد نصيبك من الدنيا ولا على طبعا تاويل فيها ولا تنسى نصيبك من الدنيا. يعني يقولوا انت مش يقول لك سيب الذهب وسيب القارون والبس المسوح والبس الصوف وروح اقعد في الكهف، لا مش لازم كل الناس تقعد في الكهف. هم قعدوا كده مضطرين، هم لو كانوا عرفوا يظهروا يعني ان كانوا قد استطاعوا ان يظهروا ايمانهم وعقيدتهم ويعبدوا في كان ما كانش راحوا للكهف، دول راحوا فرارا بدينهم. لا ده كانوا قعدوا في وسط الناس وعلموا الناس ودعوهم الى الله، بس هم عارفين لو قعدوا هيتقتلوا فاضطروا اضطرارا الى اللجوء الى هذا الكهف يعني. لكن احنا بنقول لا، انت خليك شاب في طاعه الله وهزر وتفسح واعمل كل اللي عايزه، بس بعيد عن المحرمات وما نهى الله عز وجل عنه. خلينا نقول برضه شيخنا يمكن من اهم الدروس ومن اعظم الدروس نتعلمها من اهل الكهف يعني لطف الله عز وجل وعنايه الله عز وجل بعباده. زي يمكن ذكرت برضه في بدايه اللقاء، واذا عنايته لاحظتك عيونها لا تخشى من باس فانت تصانه. عنايه الله عز وجل زي حتى ما ذكرت في البدايه، فاووا الى الكهف ينشر لكم ربكم رحمته لانهم في معيه الله عز وجل. فاين نحن من لطف الله عز وجل بنا؟ سبحان الله. يعني النهارده برضه كلنا والناس بتشتكي كبيرة يعني كبيرهم وصغيرهم يشتكي، الشاب والشيخ والرجل والمرأة النهاردة عمال يخبط ويعافر والدنيا ملطشة معاه ويخرج من مشكلة، حالات طلاق كثيرة، مشاكل في البيوت كثيرة، يعني ناس تشتكي من ضيق الهم، ناس معاها فلوس ومش مبسوطة ومش مستريحة سبحان الله العظيم. فبنقول لهم الله لطيف بعباده، يعني الحكايه مش حكايه فلوس او بقلتها او بكثرتها، مش حكايه الصحه ولا المرض، مش حكايه انت معاك قد ايه او بتشتغل في انهي مكان او يعني لا. ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا. زي ما بيقولوا الشباب النهارده انت اتفسحت وعملت وقضيتها وفي الاخر انت مش مبسوط وصدرك ضيق. طب صدرك ضيق انت ما سالتش نفسك صدرك ضيق كده ليه؟ مثلا الدنيا مخبطه معاه يتزنق ومش عارف يلجا لمين. طب ما انت ربنا قال لك اما يجيب المضطر اذا دعاه. طب ما انت خليك مع ربنا، بس هو عارف ان هو بعيد عن ربنا ومع ذلك بنقول له حتى لو انت كنت بعيد عن ربنا طول الفتره اللي فاتت لو اتزنقت برضه الجا له هتلاقي ربنا معاك بلطفه سبحانه وتعالى. حتى هنا قال الله لطيف بعباده. فاللطف ده قد يدرك الكافر، لطف الله عز وجل قد يدرك الكافر، عنايه الله عز وجل قد تسعف الكافر إذا اضطر ولجأ إليه سبحانه، فإنه سبحانه وتعالى يلجئه ويغيثه وينجيه تبارك وتعالى. لكن نلجأ لذلك أهل الكهف حاطت بهم معية الله عز وجل ولطفه، في بقى الشمس اللي هي لا تصيبهم والهواء اللي هم في فجوة من الهواء يتجدد في الكهف حتى التقليب ونقلبهم يعني إيه ده يعني هذا فعل الأم بولدها يعني إيه ده؟ الله أرحم بكم من هذه بولدها سبحانه وتعالى. ونقلبهم ذات اليمين ذات الشمال، فلطائف من الله عز وجل حلت بهم لأنهم آثروا الله عز وجل على غيره، لأنهم آمنوا بالله وأيقنوا به سبحانه وتعالى، ولأنهم اختاروا طريق الله جل جلاله. جميل شيخنا الحبيب. نتكلم برضه يمكن عشان أوشك وقت حق على الانتهاء، عاوزين نتكلم من أعظم دروس يمكن نتعلمها من أهل الكهف ومن قصة أهل الكهف، الدعاء المستجاب. نعم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب
أجيب دعوة الداعي إذا دعان. نعم. هل نتكلم عن هذا الدرس ولكن بعد نسمع أيضا آيات أخرى من سورة الكهف وصوتك العذب الجميل. الله يرضى عنكم يا رب ويرضيكم ويجزيكم عنا خيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسق ذراعيه بالوصيد. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فلياتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. جزاكم الله خيرا. إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف كرامة تيستر منه فعايزين نذكر المشاهدين أنزل على سبعة أحرف كرامة تيستر منه عشان مش أنا جايب ضغط في القرآن. لا دي رواية ورشة عن نافع بتوصل بعد ربنا في حسب الشيخ إبراهيم. عايزين نختم الحلقة بالدعاء المستجاب. يعني أهل الكهف أول ما أووا إلى الكهف ودخلوا الكهف لجأوا إلى الله تبارك وتعالى وهذا ما نريده. بعض الناس بعض الشباب ما يلجأش ربنا في وقت الشدائد في وقت الأزمات وإذا غشاهم موت كالذرة دعوا الله مخلصين له الدين. عايزين نقول للشباب الجو الله عز وجل في الشدائد وفي غير الشدائد. نعم جزاكم الله خير دكتور. هو دكتور يعني سبحان الله العظيم يعني قصة أهل الكهف مذكورة في آيات من سورة كهف كما يعني تلونا منها ولسه الآيات بتسير بنا في واحة أصحاب الكهف وواحة إيمانهم بالله عز وجل. لكن سبحان الله العظيم الله عز وجل أجملها ثم فصل. يعني هل القصة بتبدأ نحن نقص عليك نبأهم بالحق كده ذكر أصحاب الكهف بدأ؟ لا في آيتين قبل كلمة نحن نقص عليك نبأهم بالحق الله القصة هتبدأ هي يبقى المفروض البداية نحن نقص عليك نبأهم بالحق كده بداية القصة. دي بداية القصة بالتفصيل. لكن إجمال القصة إيه؟ أم حسب في آيتين أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. ودي لينا احنا يعني ممكن نقول اجمال القصه اللي هو الايه اللي جايه دي ده مجمل القصه. وبعد كده القصص الحق بقى والقص او القصص تتبع صحيح. وقالت لاخته قصيه تتبعي اثره فالقصه يبقى ربنا يقول لنا بقى حصل كذا وبعدين كذا وكذا. لكن الاجمال الايه دي بعد ما قال ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من اياتنا عجبا. لا ده في اعجب يا محمد. وابن عباس يقول ما اتيتك يا محمد يعني اصل من الكتاب والسنه والعلم يعني اعجب او اعظم شانا من شان اصحاب الكهف. إن الإجمال بتاع قصتكم كما ذكرت ربنا عزك إنهم فتيات آمنوا بربهم وزدناهم هدى. لا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. دعوة هي دعاء صحيح. هذه الدعوة المستجابة كل اللطف بعد كده لدرجة كمان إيه لو طلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. ده من اللطف أيضا إن هو كان ممكن يقتحم عليهم الكهف ويقتلوهم في الكهف لكن ذكروا المفسرون هم وصلوا يعني اعدائهم جنود الملك الظالم الجائر ده اللي كان عايزهم يعبدوه بالعافيه او يعبدوا غير الله بالقوه وبالاكراه. بعض المفسرين ذكر انهم وصلوا الى الكهف وراوا الفتيه
لكنهم ايه اصابهم الرعب قالوا خلاص احنا نسد باب الكهف يموتوا جوعا وعطشا وخلاص كده. لكن الله عز وجل يعني لم يفعل ولطف سبحانه وتعالى بسبب هذه الدعوه المستجابه. جميل شيخنا حي ربنا في كل فوضى فوق نفع الله بك بيد عباد الله تعالى اجمعنا باهل الكهف في نيدهم المستقر رحمه يا رب يا رب نقعد معاهم بقى وندردش كل بقى القصه العجيبه دي. ربنا يعز شيخ ابراهيم نفع الله لكن لن تكون حكايتهم ولن يكون قصصهم لهذه القصه اعظم من هذا القصص الحق. احسنت ربنا يبارك فيكم وينفع بكم بيد العباد جزاكم خيرا احسن الله اليكم. دهنا الوقت انتهى بسرعه والأمنك في نهاية هذا اللقاء الذي جعلته تحت عنوان إنهم فتية. إلى أن تقدم بخالص الشكر لأخي وحبيبي الغالي الشيخ إبراهيم شافعي ربنا يبارك فيه ويحفظه 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 أشكركم وصول الجميع العاملين في قناة الرحمة الفضائية وإليكم أيضا أيها المشاهدين الكرام دمتم في أمان ورعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.